السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نرد على معطاوي، يعني فريد معطاوي. غادي نقول لك بلي فريد معطاوي بعد التصريحات تاعك، وشاهدنا كيفاش رافق واحد كيفاش رد عليك، شاهدنا كيفاش تعليق الناس تجيب، يعني يربحوا التبهديل اكثر من الملوحيه. حنا قبل نبداو، ماذا بكم جماعه ما تنساوش بارطاجوا لنا الفيديو تاعنا، ماذا بكم وصلوا لنا الفيديو وخاصه وصلوا ل 100,000 جيم باش نطيحوا هذا، يعني 1000 جيم باش نطيحوا هذه التبليغات اللي راهم على قناة شوبير دي زاد. عندنا نكشفوا حقائق ناس غالطة، هما صابوا ناس غالطة. دروك انت كيما يخرج يكذب عليك، صايب لك انت 8 أشهر يقرع لك الماتش يتعاود، صايب لك يخرج هو هدر في فيفري قال لهم المدرب جا بالماضي مازال في ليكيب ناسيونال، صايب هاد الناس أمنت مازال. قال لك محرز غادي ما يوليش، الناس امنت محرز عاود ولاو كابيتان ديكيب. قال لك شايبي انتهى عاود ولاو. قال لك اودي انا ما صايب كان والو، واولا ماشي كذبه ولا هذه صح. حنا ماذا قال هذا العبد المقدس اللي تكلمت عليه؟ يقول هذا فريد معطاوي المقدس المنبطح بأن المدرب فلاديمير عاد لتوليفة بالماضي لكي يفوز. أنا اليوم شاني باغي، غدوة إن شاء الله نقول شاني باغي، أني باغي هذا فلاديمير يلعب، يعني أغلبية اللعابة اللي لعبوا كوب دافريك اللي فاتت ولعبوا، الله يجعل يلعب بهم ونفوزوا بهم والله العظيم. يعني هذا لم يعلم هذا المقدس المنبطح والذي انتقل بعبوديته من محاولة الدفاع عن مدرب جمال بالماضي قدم ما عليه وطويت صفحته وصار من الماضي. صحيح ناس القدامى الشيطانة، لا الشيطانة غنقولها لك، هذا المقدس المنبطح والذي ينسب انتصارات، يعني وين نقولوا بلي هذا المقدس المنبطح لبس ثوب محطم ومزعزع لاستقرار بنشر تفاهات بشكل متكرر وبائس يثير الاستفزاز. يعني كل شيء تصريحات التوحم والمحاولة التوحم مش غير هو، يعني محاولة تاعكم أصبحت بائسة ويائسة، يائستم أنا أقولكم سوف تيأسون وسوف تدخلون إلى الصف رغما عنكم. هذا معطاوي اللي في 2022 المغرب دار ماتش نيل مع لابلجيك وقيلة ماتش، لا مع كرواتيا دار ماتش نيل، قال لهم غادي يخرجوا برومي تور، وصلوا دومي فينال، والله لا وصلوا دومي فينال والله العظيم. هذا المقدس الذي ينسب الانتصارات المدرب لتوليفة بالماضي ويعلم علما يقين أن بالماضي نفسه بهذه التوليفة والتي يتغنى بها عجز عن الفوز بها في دورتين متتاليتين من كأس إفريقيا وأقصية من المونديال، وظل عاجز أكثر من سنتين على تجاوز حصيلة هدفين في مباراته الرسمية في جميع التصفيات داخل وخارج الديار باستئناف، يعني باستثناء مباراة واحدة أمام الصومال. ولا نعطيكم إحصائيات هضروا معنا، قالك توليفة، وهذا يعلم علما يقين حتى بالماضي، وين يعلم علم يقين ان وين يعني ان بالماضي نفسه، يعني هذا المقدس المنبطح هذا معطاوي
يعني يعلم أن بنلادن نفسه بهذه التوليفة والتي يتغنى بها عجز عن الفوز بها في دورتين متتاليتين من كأس إفريقيا وأقصي من المونديال، وظل عاجز أكثر من سنتين عن تجاوز حصيلة هدفين في مبارياته الرسمية في جميع التصفيات داخل وخارج الديار باستثناء مباراة واحدة أمام الصومال والتي فاز بها بثلاث أهداف لهدف. لم يعلم هذا المنبطح المقدس أن ركائز بالماضي صارت من الماضي، وإلا فأين مولحي وبليلي وبالعمري وبالعيد وبن عيادة وبدران وبن دبكة وسليماني وغيرهم؟ طبعا لم يعلم هذا المقدس المنبطح أن بقية اللاعبين المذكورين يعني والذين صنعوا نجاحات لبالماضي في أول حقبته لا يمكن نسبتهم له بأي شكل من ومن يعني بأي شكل، ومنهم من كان منذ 2012 لعب مع الخضر يلعب بانتظام وعلى رأسهم ضرب لباقي، كان في غولي وكان هذه هي كان في غولي. يعني لم يعلم هذا صح من نقولوا بلي من 2012 يلعب بانتظام، وأن بالماضي اقتصرت تشكيلته والتي نجحت على ثلاث أو أربع لاعبين فقط جدد، من بينهم بليلي بالعمري، والبقية كلهم شاركوا بصفة منتظمة مع الخضر سابقا. أما اللاعبين الذين جاء بهم بالماضي مؤخرا ففشل بهم فشل ذريع، على غرار نتبعكم انتوما تقولوا خاطر هذو اللعابات جابهم بالماضي، ما عليش غادي نتبعكم. يعني بالماضي اختصرت تشكيلتي التي نجحت على ثلاث او اربع لاعبين فقط جدد، من بينهم بليلي وبن عمري، والبقيه كلهم شاركوا بصفه منتظمه مع الخضر سابقا. اما اللاعبين اللي انت تهضر عليهم ويهضروا عليهم امثالك الذين جاء بهم بالماضي مؤخرا ففشل بهم فشل ذريع، على غرار شيبي، بوعناني، عوار، قويري، أيت نوري، ومنهم من يعاني من صدمات ليومنا هذا مما صدفه بعد انضمامه للمنتخب في عهد بالماضي، على غرار شيبي وقويري الذي أبعد من كأس إفريقيا بطريقة مهينة، أو عمور الذي ظل حابس دكة وظل صغير في عيون من صار من الماضي وهو جماب الماضي. لم يعلم هذا المهرج أن أسرار نجاح بالماضي سنة 2019 هم لاعبين موندياليين شاركوا مع الخضر في مونديال سنة 2010 و 2014 على غرار مبوحي وقديورة، خاطر اللي بقى منها مبوحي وقديورة تاع 2010. باش يكون على بالكم، خاطر واحد قال لي قديورة جابه بالماضي، أيا قلت له صباح بخير، أيا صباح بخير ترى غدوة إن شاء الله. يعني لاعبين هما مونديالين شاركوا مع الجزائر في مونديال سنة 2010-2014 على غرار مبوحي وقديورة، و 2014 محرز، ماندي، سليماني، قديورة، فيغولي، إبراهيمي، مبوحي، واللاعبين شباب جلبهم الحاج محمد راوراوا وضمهم على غرار كل من والناس وبن ناصر بن سبعيني الذي كان حاضر منذ كان 2017. فإن كان كل هؤلاء اللاعبين سبقوا لهم اللعب مع الخضر قبل مجيء جماب الماضي، فلماذا تملكونه يعني أمرهم بعدما ملكتهم أنتم أنفسكم وصرتم عبيد له باختياركم، يعني بالاختيار تاعكم انتم أصبحتوا عبيد. هذا مكان سمعت لما سمعت سي معطاوي، انا نقول لك انت معطاوي، نقول لك باسمك، انا غادي نقول لك باسمك، ما نكذبش عليك، نقولها لك باسمك انت، ماشي واحد اخر، مانيش نهضر على واحد اخر. انا كي نبغي نهضر على معزوزي نقول له مصطفى معزوزي، ما نقولوش مهرج. معطاوي نقول لك معطاوي، اش تعرف روحك؟ خاطر انت قبل بعد كاس افريقيا 2022 قلت لهم لازم ان يرحل هذا بالماضي الفاشل،
قلتها ولا ما قلتهاش؟ قلتها في الجريده راهي كاينه، من بعد خرجوها في الفيسبوك الناس تشوفها. اسكت 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 اسكت.